بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. نتكلم النهارده على احداث يوم الاثنين، وزي ما حضراتكم عارفين احداث الاسبوع كلها بتجري بسرعه جدا، عشان كده احداث الاثنين النهارده برضو مليانه بالحاجات والاهداف الروحيه اللي ربنا حب ان احنا نتعلمها. طبعا يوم الاثنين بيتميز بموضوع رئيسي هو لعنه شجره التين. في الايام بتاعه اسبوع الالام كان المسيح قاعد في قريه بيتعانية، وكان بيروح كل يوم يروح لاورشليم ويقضي فيها وقت، وبعدين يرجع تاني لبيت عنه. في يوم الاثنين وهو رايح اورشليم، عينيه بتيجي على شجر التين، وشجره التين دي مورقه جدا ولكن ما فيهاش ثمر. بيتقدم المسيح وهو جعان، حب ياكل منها، يمد ايده بيفحصها، بيكتشف انها ما فيهاش ثمر خالص. فيقوم المسيح واقف مع التلاميذ يقول لهم شايفين شجره التين دي، ويبتدي يلعن شجره التين. بعد كده يجي التلاميذ يشوفوها يلاقي شجره التين دي دبلت. فالسؤال هنا، يعني ليه يا رب تلعن شجرة التين؟ مش كان ممكن دي تكون شجرة مورقة وحد مثلا فتش على الثمر بتاعها؟ فالحقيقة الإنجيل ينبهنا لم يكن أصلا أوان للثمر. الشجرة دي كانت بتظهر إنها مثمرة، لكن هي في الحقيقة كانت فارغة وفي غين أوان الإثمار. والنقطة دي اللي ربنا عايز يلفت انتباهنا ليها هي موضوع الرياء. الرياء يعني عبادة الخارج، يعني إن الواحد يدور على مديح الناس. وعلى فكرة دي أسهل حاجة في الحياة الروحية، إن الواحد يدور على مديح الناس. فالمسيح بيقف موقف صارم جدا من الرياء ويقول كده: لو كنت أنا جاي للأشرار وعندي استعداد كبير لقبولهم. وعلى فكرة رجوع الأشرار ليا سهل جدا، لكن رجوع الإنسان اللي عنده رياء صعب، لأن اللي عنده رياء بيعبد ذاته وبيعبد مديح الناس. فعشان كده المسيح لعن التينة وقال كده: اللي عنده رياء يخلي باله على نفسه. الحقيقة المسيح كان بيشاور فيها كمان على الرياء اللي كان موجود في الأمة اليهودية في الوقت ده، لأن الأمة اليهودية كان عندها الشرائع والعبادات، وكانت كل حاجة منتظمة وبدقة والذبائح وكل حاجة، لكن في الآخر خالص مفيش روح. فالسؤال ده لينا: هل يا ترى عبادتنا وحياتنا مع ربنا دي هل هي حسب الخارج بس؟ هل كل اللي في ذهني إني أظهر إني إنسان كويس؟ هل كل اللي في ذهني إن الناس تمدحني؟ الحقيقة المسيح قال عن الموضوع ده إيه؟ قال عنه يعني: اللي يمدح من الخارج قد استوفى أجره، لكن أنا أفضل لي أن يكون مدحي من الله. فالواحد لازم يراجع نفسه، هل هو في دقته وفي تدقيقه الشديد ده القلب من جوه مع ربنا؟ هو ده المفتاح بتاع أسبوع الآلام. ده الدرس الأول في يوم الاثنين. الدرس الثاني في يوم الاثنين أن المسيح لما دخل الهيكل اكتشف أن رؤساء الكهنة مرتبين مع البياعين وبيبيعوا الذبائح في وسط الهيكل، والموضوع اتقلب بقى سوق تجارة. فلما دخل المسيح احتدت روحه فيه جدا وقال: ايه ده؟ بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه غارة لصوص. فابتدى يطرد الباعة ويقلب المواد بتاعتهم. بيعمل ايه المسيح؟ المسيح بيدخل قلبي وبيبص كده جوه القلب. المفروض القلب ده المكان بتاعي، ده الهيكل بتاعي، وانا المفروض ابقى داخل اسبوع الالام عايز اعمل كده، يعني مشتاق ان ربنا يطهر القلب من جوه. فدخل المسيح بص جوه القلب، بص جوه القلب لقى ايه؟ لقى سوق. مفيش موضع واحد لربنا، مفيش مكان يمجد ربنا جوه القلب. سوء افكار لخبطه، العالم داخل جوه القلب ودوشه، مفيش مكان للهدوء للقعاد مع ربنا. طب عمل المسيح؟ لانه خايف على الهيكل بتاعه، طرد كل ده بره وقال: كل ده غير مقبول امامي. فاذا ربنا بينبهنا برضو في يوم الاثنين ان القلب مهم جدا جدا جدا. يا ريتك تفتح النهارده القلب وتقول: يا رب من فضلك، من فضل انا بتوسل اليك، ادخل واطرد من جوه كل بقى الحاجات بتاعت السوق دي، كل الحاجات بتاعت العالم، كل الانشغالات اللي بزياده دي. يا رب ادخل من فضلك، طهر القلب، قدسه. لما قلنا في يوم الاثنين ان ربنا بيحب العشرين والخطاه جدا، وهو شايف ان شفائهم سهل جدا، سهل، اسهل حاجه ان انسان خاطي يرجع لربنا، واصعب حاجه ان انسان عنده رياء يبتدي يلتفت لحقيقه انه بعيد عن ربنا. من اجل ده رتبت لنا الكنيسه النبوات بترتيب عجيب جدا. انتوا عارفين طبعا صلوات اليوم تبقى ساعات متقسمه، ساعات في ساعات بتتقلف النهار وساعات بتتقلف الليل. في كل الساعات دي بنلاقيها في نبوه، ونلاقي كمان بعدها انجيل، ولو نتابع نلاقي النبوه بتتحقق في الانجيل. فتاخدنا الكنيسه في رحله كده في قرايات يوم الاثنين عشان تنبه نفوسنا الى هذا الموضوع. في صلاة باكر أو الساعة الأولى في يوم الاثنين
بتجيب لنا الكنيسه نبوه جميله عن خلقه الانسان، وقد ايه ان ربنا لما خلق الانسان راه انه حسن جدا جدا جدا، هو ده فعلا ربنا عامله فينا، هو عارف ان ابنه ده اللي هو الانسان غالي عليه. لكن يا ترى الانسان ده قلبه وصل لايه؟ هل وصل للرياء؟ هل نسى ان هو هيكل لله؟ هل من جوه القلب بقى فاضي مليان شوشره؟ فيبتدي النبوات بقى تنبهنا في نبوات تانية بقى، ان ربنا بيكلمني كانه اب، يقول لنا كده: ان كنت اب فاين هيبتي؟ ليه نسيتوني؟ ليه نسيتوا ان انا بقابلكم في القلب، بقابلكم في الخفاء؟ خلي بالك ان كل اعمال الرياء اللي هي لعنها المسيح في شجرة التين، كل أعمال الرياء دي من بره، لكن المسيح في الآخر بيدور على القلب من جوه. من أجل ده كان يوم الاثنين هدف واضح. فالنبوة مثلا تقول إيه؟ ماذا يصنع لكارمي وأنا لما أصنعه؟ ربنا بيعاتبنا يقول لنا إيه؟ ده أنا بقالي معاك كتير. جمعة ختم الصوم ختمت بإيه؟ ربنا بيقول لأورشليم: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع فراخك تحت جناحي ولم تريده؟ فربنا بيقول لنا كده: لحد امتى هيفضل القلب كده مشغول؟ لحد امتى انت مشغول بالرياء؟ لحد امتى يهمك بس الناس تقول عليك كلام حلو؟ ارجوك دخل المسيح جوه عشان يطرد اللي في القلب. في نبوه تانية من الصلوات اللي بنقراها النهارده يتكلم ربنا بحزن شديد، يقول كده ايه: في وسط رياءك اتاريك بتقدم لربنا الاعمى والاعرج والسقيم. يعني الواحد ممكن في الرياء يخدع نفسه، يتخيل ان هو بيقدم ربنا حاجه كويسه قوي، لكن هو كله في الحقيقه اللي بيشغله او اللي بيزقه مجد ذاته. يعني ما يدورش على انه هل زاد في محبته لربنا ولا لا، المهم هل هو بيصلي وخلاص، هل هو بيحضر قداسات وخلاص. فيجي ربنا يقول ايه: معقوله تقدم لي انا الاعرج والسقيم؟ طب قدمه لرئيسك كده، قدمه لمديرك في الشغل، هل يقبله؟ طب ليه بتعمل معايا كده؟ ده انا الهك، ده انا ابوك السماوي. فالنبوه دي بتدخل كده تبكتنا جدا على اننا نسينا الطريقه الحقيقيه للحياه مع ربنا. اخيرا نحب نلخص يوم الاثنين كده في اربع نقط. يوم الاثنين بيتكلم على اربع نقط كبيره قوي وخطيره في حياتنا الروحيه. نمره واحد: ان ربنا دايما بيدور على الثمر. نمره اثنين: ان ربنا بيكره الرياء جدا. نمره ثلاثه: ان الغضوب يسقط في خطايا كثيره. ونمره اربعه: ان الحكمه لا تسكن في الاشرار. ويقدم لنا اليوم العلاجات بتاعت كل ده. يقول لك ربنا بيدور على الثمر، فلازم تسهر على تنقية القلب. نمرة اتنين: ربنا ما بيحبش الرياء، فلازم تبقى واقف قدام نفسك كده واقفة تنتبه: هيا ترى القلب أنا شغال فيه من جوه ولا لأ؟ ربنا ما بيحبش الخارج، ربنا بيدور على داخل القلب. فربنا يقول لنا ادخلوا من الباب الضيق. ايه الباب الضيق؟ أنا بضيق على الذات عشان أعرف الطريق بتاع المسيح. أضيق على الذات فالذات تموت وابتدي أعرف سكة المشي مع ربنا. آخر حاجة أقول لك: مدام ربنا شاور لنا إن الغضوب ده يسقط في خطايا كثيرة، خلي بالك إن الغضب ده يدل على ذات مرتفعة، يدل على رياء مخفي. فلو أنت عايز تعرف أنت ماشي في السكة ولا لأ، راقب الغضب بتاعك ودور على إنك تقتني الوداع اللي هي عكس الغضب، واطلبها من قلبك جدا في الصلوات بتاعتك، وقول له: يا رب إن كنت أنا داخل الأسبوع الألام ده وجوه القلب فيه حاجات كتيرة عاملة شوشرة، أرجوك يا رب اقتلع، تفضل من فضلك يا رب ادخل واقتلع الحاجات دي من جوايا وترد من جوه قلبي، عشان أعرف يبقى ليا بركة خاصة أو أعرف أقرب لك في أسبوع الألام 2024. كل سنة وأنتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.